تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسلنا بينما تلحق إيلول أكبر ألم تخشى أن يحدث لوالدها ياغيز دون قصد. يحاول أوزان وأسلم إسعاده بينما يحاول كل من بيرشين وفاتح منع سعادة من يحبونه، بينما سيكشف كل من سيبل وجنكيز الحقائق المتبقية. فاتح وبيرشين اللذان يحاولان إفساد الزفاف، والأب الذي يحاول قتل ياغيز لإيذاء ابنته، وأولئك الذين لا يستطيعون الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث. لا يستطيع ياشار تحمل ما حدث ويخاطر بكل شيء لإفساد ياغيز، ومهما حاول إيلول منعه من ذلك سيكون هناك شخص ما غير متوقع ليمنع ياشار. وبينما يحاول ياغيز التحدث إلى إيلول يهرب إيلول من ياغيز. من ناحية أخرى بينما يستمتع أسليم وأوزان أخيراً بلم شملهما مع بعضهما البعض، يبذل بيرشين كل ما في وسعه لإفساد هذه السعادة عندما تفشل محاولة فاتح في إفسادها. من ناحية أخرى لا تعرف سيبل ماذا تفعل بالحقيقة التي عرفتها من نتيجة الحمض النووي.